اليوم استكمالا لتوجيهات سيدي صاحب السمو تشرفنا في لقاء سموه لإطلاع سموه على آخر مستجدات عمل الحكومة لمواجهة وباء كورونا. سيدي صاحب السمو حريص على مناشدة الجميع والطلب من الجميع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بالبقاء بالمنازل وعدم التجمع. أيضا حرص سيدي صاحب السمو على عودة المواطنين الكويتيين من الخارج وتوفير كل الاحتياجات لمن يقيم على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين في سبل المعيشة. أيضا الحرص سيدي صاحب السمو على الاطلاع على الوثيقة الاقتصادية اللي أقرها مجلس الوزراء في وقت متأخر ليلة البارحة. اهتمام سيدي صاحب السمو ينصب على حماية الصحة العامة في البلد وحرص وتأكيد أكثر من مرة على التعاون مع مجلس الأمة فيما يتعلق في التشريعات المطلوبة لاستكمال كل الإجراءات لتسهيل تطبيق كل ما يتعلق بخطة الطوارئ والالتزام بتعديل القوانين التي تسهل من الإجراءات لمواجهة المستجدات في هذه الأزمة الصحية. فاستمعنا إلى كل هذه التوجيهات من سيدي صاحب السمو وسمو ولي العهد وبحضور معالي الأخ مرزوق القانم، وأطلعنا سيدي صاحب السمو على التعاون التام بين الحكومة والمجلس.